بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير وحياكم الله احبابنا وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت ومساء جميل اجمعنا معاكم دوم على الخير والمحبه مع ضيوفنا الكرام اللي راح ينورونا ليله برنامج الراي عشر الى عشر ننطلق معاكم على الهواء مباشره عبر شاشه الجميع تلفزيون الراي حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من تواصل معنا ويتواصل بشكل دائم ومستمر حول تقديم الاقتراحات المتنوعه والمختلفه لهذا البرنامج وهو برنامجكم انتم بالدرجه الاولى ونرحب كذلك بكل من يريد ايضا طرح بعض المواضيع لنناقشها مع المعنيين والمسؤولين وذوي الاختصاص في امور مختلفه ومتعدده من خلال هذا البرنامج برنامجكم الراي عشر العشر اليوم راح نطلق مع موضوع بدايتنا ان شاء الله موضوع الاسنان واهميه الاسنان وتجميل الاسنان وموضوع ايضا فقدان الاسنان البعض ممكن يتهاون في عمليه انه فقد سن فقد سنين يقول يعني سهل الموضوع بسيط بينما هو مرتبط ومتعلق في امور عديده راح نتعرف عليها اليوم مع ضيوفنا الدكتوره هدى الفارس مؤسس ومدير مركز الفارس لطب الاسنان وايضا الدكتور شملان العنزي وهو اختصاص تركيبات وتجميل وزراعه الاسنان. ايضا عندنا موضوع ثاني مهم كذلك نتكلم عنه ومشكله الامانه مستمره وما نشوف له حل جذري للامان وهو موضوع العقار واسعاره ومشاكله هذه الامور راح نتحدث عنها اليوم ارتفاع اسعار الايجارات ارتفاع اسعار العقارات عمليه هل الاسكان متماشيه في عمليه التوزيع هل توزيع الاسكان اليوم قلل من عمليه الايجار قلل من اسعار العقار البنوك وغيره استحواذ بعض المستثمرين والتجار والبنوك على الاراضي كل هذه الامور راح نتطرق لها مع الخبير العقاري الاستاذ هاني الصدي لكن البداية راح ننتقل معاكم مباشرة إلى تغطية سريعة لماراثون المشي الأول للمسنين واللي يقيم تحت رعاية الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية وبشراكة مجتمعية من صندوق إعانة المرضى تابع معاكم ونرجع ننطلق مع برنامجكم الراي عشر 10, -10. قام هذا الماراثون المشي الاول للمسنين بالتعاون وشراكه مجتمعيه مع إداره رعايه المسنين تحديدا الوحده المتنقله للمسنين في حولي، وهو عباره عن برنامج شراكه مجتمعيه يقام الهدف منه هو تعزيز الصحه العامه وتحسين جوده الحياه وبيان أهميه المشي حتى وان كان لكبار السن وذلك حفاظا على صحته السنة هذه عبارة عن كان ماراثون تجريبي حتى إذا ثبت نجاحه بإذن الله سيقام ماراثون لكل المسنين في دولة الكويت نشكر اللجنه المنظمه ان هي افتكرت كبار السن وعملت لهم سباق ويا ريت يتكرر باستمرار كل سنه يا ريت يا ريت يا ريت نشكر القائمين على هذا المهرجان الحلو الجميل اللي من بادره من وزاره الشؤون في بالنسبه لكبار السن اتمنى ان يستجدون الشيء هذا حق شيبان انا اقول شيبان احنا عندنا شيبان بس لما برا ما في شيبان هني عندنا بس يوصل 60 يوقف يعني حالات انه يتحرك وهذا إن شاء الله نتمنى الاحسن ان شاء الله. أمانة فكرة جيدة واحنا نشجع طبعا الناس خاصة الكبار بالسن أنهم يمشون ويمارسون الرياضة فنشكرهم على هذه الخطوة وشجع أخواني يعني أمانة الكبار بالسن على المشي وعلى ممارسة الرياضة الهدف من السباق هو نشر ثقافة المشي وأهميته ودوره على الصحة النفسية والجسدية للمسن حياكم الله احبابنا ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه الاسنان اهميه كبيره اهميه اجتماعيه اهميه نفسيه شلون تحافظ انت على شكلك على ابتسامتك أه ايضا عمليه صحيه مرتبطه بالجسم مضغ الاكل نفسه البعض يعتقد انه شيء عادي لان هذا الاسنان مهمه جدا في عمليه الاكل والطواحن والقواطع امور كثيره وسلامة النطق كذلك، أيضا النطق مخارج الحروف خصوصا أيضا بعد التركيبات وبعد التجميل وغيره، دائما تجد أن الدكتور يحرص يقول لك قول الأرقام أحرف 65 67 يبي يشوف حرف السين عندك في أحرف معينة حتى ما تطلع فيها غنة إن صح التعبير في هذا الموضوع. اللثة كذلك ضرورة الحفاظ عليها، اللثة وايد يعني أو كثير هي تزعل لكن بسرعة ترضى. يعني هي الصديقه الوحيده اللي بسرعه تعالجها وتكون صديقه حق الاسنان تلاقيها مرتفعه حيل اعرف انه في مشكله عندك هي تنبهك مبدئيا فاللثه جدا مهمه ما ابي اتكلم كثيرا عن الاسنان لكن اترك الفرصه حق ضيوف الكرام اللي انطلق معاهم بدايه ارحب بمؤسس ومدير مركز الفارس لطب الاسنان الدكتوره هدى حياك الله دكتوره هدى الفارس يا هلا مرحبا فيك يا فيك اشكركم على الاستضافه الطيبه في القناه المميزه مشكورين يا هلا مرحبا فيك والساعه المباركه وايضا ارحب باختصاصي تركيبات وتجميل وزراعه الاسنان ضيفنا ويا هلا مرحبا, مرحبا فيك دكتور شملان الله يسلمك مساء الخير دكتور شملان يا هلا مرحبا فيك حياك الله بداية المعلومة صحيحة اللي قلتها انا عن اللثة؟ اي ها؟ صح تزعل اللثة صح؟ صح اول مرة اسمع هالحوار شلون اول مرة يعني مقدمة كذي؟ اللي بسرعة تزعل وبسرعة ترضى هو صحيح الحكي عدل؟ ودائما هي بسيطة يعني مو مزعجة لكن ما ادري مهمة حيل يعني تبين تحكي عن اللثة؟ بما تكلمنا عنها يعني بما مهمة حيل ها دكتورة اللثة يعني بشكل سريع اللثة هي الأساس اللي نبني عليه كل شيء إذا كانت اللثة صحية وسليمة إني أنت تضمن نجاح كل علاج حق طب الأسنان إذا اللثة تعبانة أي شيء راح تسوي عقبها ما راح ينجح يعني طيب. باختصار بسيط جدا يعني جميل اختصار جدا ما أنه وصلت المعلومة للمشاهد لكن أنطلق مع هذا المركز اللي حضرتك أسستيه وبعرف المشاهد الكريم الله. عليه شنو يضمن؟ العيادات اللي موجوده، زملائك الاطباء اللي موجودين معاك في هذه العياده او في هذا المركز، صح. كذلك المختبر اللي موجود، لما نتكلم عن العياده والاجهزه الحديثه. بالبدايه احمد رب العالمين اللي خلاني اخذ هالخطوه، يعني كانت من بعد فتره خبره طويله في المجال الحكومي اللي الحمد لله استفدت منه وايد يعني وتعلمت منه خبره ما اكتسبها باي مكان ثاني. خذيت هالقرار من تقريبا ثلاث سنين اسست العياده. أه بديت فيها خطوة بخطوة يعني من بنيانها لين فتحتها الحمد لله أنا بكل خطوة موجودة فيها أه حرصت إنه يكون فيها جميع التخصصات الطبية لأن المراجع لا بغي يروح حق مجال طب الأسنان دائما ما يكون الحل عند تخصص واحد دائما يحتاج حق تخصص ثاني ووايد صعب لما أرجع وأقول لا, لا تعالينا تعالنا بعد ثلاث أيام أو تعالنا الأسبوع الجاي عشان يشوفك التخصص الفلاني مم. فأنا حرصت على توفر جميع التخصصات واخترت انا كل دكتور بتخصصه انه يكون مميز وعنده الكفاءه وعنده الروح الحلوه الطيبه. مرات الواحد يسوي الاشعه ثلاثيه فتلاقيه عنده محتاج الى تركيبات، محتاج الى علاج جذور، أيه. محتاج الى جراحه. وهو يلحق يعني تبيض مثلا <applause> ويكتشف شيء ثاني. بالضبط فيحتاج اكثر من دكتور يعطي رايه في, في, في أيه. هذا الموضوع. أيه. الاجهزه دكتوره المتوفره عندكم؟ الاجهزه بدا من اول خطوه تشخيص اللي هي الاشعه. الأشعة عندي الجهاز ال 2 دي وال 3 دي يعني الجهاز ثلاثي الأبعاد وايد مهم في عملية زراعة الأسنان واكتشاف مشاكل الفك والمفصل. فهذا الجهاز وايد مهم وموجود والحمد لله. الأجهزة الثانية تتكلم عنها مثلا أجهزة الليزر اللي هي تختص بتوريد اللثة والزراعة وهالأمور، أجهزة التبييض المختبر الحمد لله مجهز وكامل. حتى الليزر في عملية تطوير يعني مستمر يعني تطوير إيه, إيه يعني, ما يعني يعني شاء الله. اغير الجهاز بعد فتره، اكتشف ان في جهاز احدث وافضل اشتريه، ما اتردد بهالخطوه لانها فيها مصلحه الدكتور ومصلحه المريض. ممتاز، دكتور شملان مساك الله بالخير مره ثانيه ساكره. حياك الله. ابتسامه هوليوود، هذه الابتسامه اللي الكل الان يتكلم عنها والكل يعتقد انه يفقه فيها مم. لانها لها معايير يعني خاصه صح. جدا مو صح. اي شخص يحتاجها وممكن مو اي شخص تمشي معاه يعني ان صح التعبير هل ابتسامه هذه شنو تبي تحكي عنها بالبدايه؟ اول شيء ابتسامه هوليوود آه هي آه مصطلح قديم ظهر ب 1930 في كاليفورنيا من قبل دكتور تشارلز بينكوس كان يجمل اسنان الممثلين والممثلات اثناء التصوير الفوتوغرافي آه وكان يستخدم الحشوات التجميليه وقشر بلاستيك آه يلبسونها وقت التصوير الحين تطورت لقشره الفينيرز، الايماكس، الكراونز، هذول كلهم تركيبات الكامله. طبعا ابتسامه هوليوود هي الابتسامه النموذجيه اللي تكون فيها الاسنان بمقاييس مناسبه ومتناسقه مع معايير الوجه ولون الوجه ومع عرض حتى الشفه وقت الابتسامه. اعتقد المشكله اللي تواجهها البعض يزورك مع صوره، ابي نفس هالاسنان. إيه؟ هذه <تصفيق> هذه <تصفيق> انا بتكلم فيها بعدين ان <applause> فيها فيها حتى مشاكل وايد كبيره يعني ممكن توصل لمرحله انك مستحيل انك ترضى هالمراجع <applause> احنا معنا صوره حق المقاييس دكتور بس حتى نقرب الصوره للمشاهد <applause> الكريم اذا كنت بعد اذنكم تعطونا صوره المقاييس للوجه اللي موجوده عندكم ويعلق عليها الدكتور اللي ذكرت ان الاسنان هوليوود مرتبطه بمقاييس ومعايير معينه بالوجه مثل اللي قاعد <applause> احنا احنا لما نفحص المريض بشكل عام نفحص الاسنان حالتها الوانها آه، اذا في مسافات بينها ارتصافها اطباقها نفحص اللثه، اللثه وايد مهمه حالتها في عندي نزيف هذا باللثة كل حق الابتسامه دكتور؟ كله آه، حتى تراجع اللثه، انحسار اللثه، ثخانتها ثخينه، رقيقه، هذه كلها تلعب دور حتى بالشغل مالي. آه، ناخذ صور فوتوغرافيه وايد لان من خلال الصوت الفوتو، التصوير الفوتوغرافي اقدر ادرس ابعاد الوجه كلها. واستخدم شيء اسمه جولدن ريشيو المعيار الذهبي أه المعيار الذهبي هو اللي نستخدمه بالضبط عشان أه نبني الاسنان بشكل دقيق ومتناسب مع الوجه وهذا حتى المختبر يستخدمه لما دائما احنا نطالع اي مبنى مثلا برج العرب او برج خليفه المباني يعني ايه؟ العالميه والمعالم الخاصه بعض ايه؟ الدول طيب اه نلقى ان فيها شيء مميز مو بس حجمها والطول لا نلقى ان في تناسق صحيح فهذا هذا اللي احنا نستخدمه ببناء هوليوود سمايل تحتش على الاسنان كلها دكتور ولا في اسنان معينه خاصه الاسنان يعني الاماميه الاماميه القواطع يعني خاصة والانياب وغيره وحتى شنو الاسنان اللي ممكن تظهر بابتسامه المريض يعني في عندنا بالابتسامه في لها ضواحك اعتقد يعني بعد تعتمد في عندي ابتسامه ضيقه تظهر فيها بس الانياب صحيح وفي عندي ابتسامه طبيعيه اللي تظهر فيها الضحك الاول وفي ناس يمكن تاخرت على تجميل الاسنان فهو خجلان من اسنانه كان صغر الضحكه عنده صح فتعود عليها لا على <applause> صح <applause> صح وممكن حتى مع تقدم العمر وفقد الاسنان تبدا هذه الابتسامه تصغر جميل <سؤال> اللي صرت دكتور على اسنان معينه ابي نفس اخوي ابي نفس شكل اختي ابي نفس الفنانه الفلانيه الفنان الفلاني وهو ما يتناسق معاه إيه نهائيا فأ... شو تقول انا شو تغير قناعته من ال... من الاشياء مثلا قشره البورسلين الفينيرز من الاشياء اللي ما نسويها عند البيشنت عند هاي اكسبكتيشن يعني عنده تطلعات وايد عاليه آه هذا المريض مهما انت شرحت له ممكن, ممكن اللي براسه براسه ايه ايه يحسب اذا انت سويت له مثلا هالقصه خلص راح يشبه الممثل صحيح فانت ممكن لازم عنده عدم, عدم رضا وايد عدم رضا اي يصير عدم رضا لاي شيء ممكن انت تسوي حتى لو انت قدمت له احسن الموجود اي فانت لازم تفهمه ان كل شخص وكل جنس حتى ذكر وانثى يختلف ابتسامته تختلف ارتصاف الاسنان طولها حجمها على الوجه حتى لون الاسنان تبيض زياده لما يكون بشره الشخص مثلا اكثر سمارا. انا اعرف ان اللون يكون على العين نفسه يعني بياض العين. بياض العين. ولون بشرة أنا, لون بشرة. انا اعتمد مثلا على. البشره, لون البشرة. على تتغير ممكن ياخذ ممكن يتغير ممكن. <applause> يعني صح تأخذ. بس هذا شنو يعكس لك مثلا انعكاس الشمس او الضوء على الاسنان، فكل ما كان واحد مثلا بشرته بيضة الاسنان تلقاها لونها اصفر. الاوروبيين اسنانهم وايد صفر. آه بس هي لونها طبيعي آه العرب الميدل ايست وهذول بشرتهم آه اسمر في لون يعني ستاندرد دكتور في لون ستاندر؟ يعني اقدر اعتمد هذا <applause> اللون يعني يكون لا درجات درجات, درجات درجات, و تعتمد وتعتمد لونها على طبقه العاج اللي آه تحت المينا آه مينا الاسنان فهذه كل ما قلت مثلا ثخانة المينا كل ما صفرت الاسنان اكثر جميل دكتوره خلينا نتكلم على موضوع الفك تطرقت بشكل سريع قبل شوي الدكتور لكن ابي اخذه معك بالتفصيل تفضل <applause> وهو عمليه خلع الاسنان احد خلع اسنانه لسبب ما ترك هذا الامر ناس سقطت اسنانهم كذلك عمليه فقدان الاسنان في الصغر ولما يكبر الانسان ويتشكل العظم يختلف والفك يختلف الامور هذه كلها هني يصير زراعه اصعب اسهل فبهذا الموضوع بتكلم عنه هو الموضوع ان احنا دائما نحرص ان نعالج ما 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 نوصل الموضوع حق انه هو يكون مشكله يصير في وقايه فنحرص ان احنا نخلي المريض راجعنا على طول عشان ما نوصل حق مرحله خلع الاسنان بس اذا وصلنا حق مرحله خلع الاسنان دائما ننصح المريض بضروره زراعه الاسنان بشكل مباشر يعني بالثلاث <سؤال> اشهر <سؤال> الاولى لازم مم. انه يزرع, يزرع الاسنان على طول. آه لأن اذا ترك هالموضوع خصوصا في الاعمار الصغيره يعني بعمر الشباب راح تتراكم هالمشكله وتسبب مشاكل ثانيه ميلان الاسنان ما آه الاسنان آه. نيزل آه. دريفت راح يصير يصير في خربطه في ملافظ الحروف آه عند المضغ راح يتغير طبيعه الحال لما تشلع الاسنان الخلفيه الانسان يحاول او الشخص يحاول انه هو يقدم فكه لقدام قدام عشان يستخدم الاثنان الاماميه في المضغ نفس هذا اللي قاعد نشاهده دكتوره اي يعني هذا قاعد يراويك التقدم في العمر شلون يصير في اختلاف في شكل الوجه ليش اذا اذا الواحد ترك واهمل هالمشكله راح يعطيه عمر اكبر لان خصوصا في الاسنان الخلفيه اذا خلعتهم وتركتهم من غير تعويض انت راح تسبب مع الوقت ضمور في اللثه وضمور وتآكل في العظم الصورة هذه اللي قاعد نشاهدها طبعاً أنت قاعد تشوف نفس الشخص لما يفقد أسنانه ولما يفقد جزء من اللثة والعظم يصير فيها تآكل وضمور هني يعطيه عمر أكبر ومظهر حزين أكثر <applause> وهذا اللي اغلب البنات والشباب قاعد يحرصون انهم ما يصون هال حق هالموضوع فيتجهون حق اتجاه التجميل وجراحه التجميل والجلديه بالفيلر والبوتكس بس ما يدرون ان في مشكله المشكلة من الاسنان اساسيه انه هو احنا نتكلم عن كم سن دكتوره يعني اللي يشكل هذا الحكي اللي حضرتك تفضلت فيه هذا فيك. ما له سن معين يعني انت ما اتكلم عن, عن العمر الاسنان نفسه يعني هل لما افقد انا خمسه سته سبعه واحد أيه اتعرض لهذه المشكله طبعا كل ما خسرت اكثر كل ما صارت المشكله اكبر, أكبر خصوصا في الاسنان الخلفيه يعني يعني اغلب الناس قاعد تخسر اللي الاسنان الخلفيه لان اذا خسر اي ضرس من الاماميه بسرعه راح يروح يستعيل انه يعني يعوض إن إيه حافظ وضح. على شكله صحيح. بس اذا طاح ضرس من الاسنان الخلفيه راح يقول مو مشكله عندي غيره يعني احنا المشكله في ضرس العقل بس هو هذا هذا خلاص بعدين عقبه ما نشوفهم إيه هو فعلا هو مشكله يعني ولا هو ضرس العقل لا, لا, لا خصوصيه يعني لا اي لا لا وضع خاص يعني في ناس ما شاء الله يعني لاخر عمرهم واسنانهم العقل موجوده ما فيها اي مشكله لكن ما ياثر على اللي حضرتك شرحتي لا مو هذه المشكلة، المشكلة في الأسنان الأساسية الطواحن الأساس الأساسية الطواحن آه الأساسية، إذا خسرها صح آه آه إذا فقدهم مع الوقت راح يصير في ضمور في منطقة اللثة والعظم فتبدي الأسنان آه تتحرك عند الشفة تطيح أكثر زوايا الفم تنزل يصير في ارتخاء في العضلات يعطيك اللوك الحزين يعطيك العمر الأكبر يمكن الشباب ما ينتبه لك أنه يتمتع بعضلات حيوية شوي نقول حق الوجه يمكن ما يبين عليه بهذا الشكل راح يبين, يبين, يبين إذا راح يبين إذا فقد أكبر عدد أكبر راح يبين راح يشوف أنه ليش تغير عبالة أنه يعني الموضوع موضوع بس تجميل تجميل خارجي لا هو الموضوع عندك أساسي أنك أنت خسرت العظم العظم هو اللي قاعد يحدد ملامح الوي والعظم مرتبط بالاسنان طبعا اي لان العظم سبحان كبير الله يعني ما, ما هو بسيط ايه لا 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 ايه اي الدكتور دائما دائما الاسنان تثبت العظم صح فكل ما تفقد الاسنان وتهدها يصير عندك ضمور بالعظم بعد فتره حتى زراعه ممكن تكون شوي صعبه ممكن تحتاج زراعه عظم تحتاج اشياء وايد يعني من شيء بسيط تبدا باشياء وايد اصعب ومكلفه شلون زراعه العظم عندنا بالكويت يعني متميزين فيها لا لا ممتازة ما فيها أي مشاكل بالعكس يعني هي خطوة أساسية قبل زراعة الأسنان لو كان في تآكل في العظم. وتكون دائمة دكتوره ولا إيه فترة وتتغير, وتتغير ولا؟ لا، هو دائما يعتمد على اهتمام المريض، دائما اهتمام المريض وكفاءة الدكتور والمواد المستعملة، يعني هي مثل معادلة إذا كانت كلها متوفرة وناجحة نضمن لك النتيجة الممتازة يعني. جميل. دكتور على موضوع التركيبات ذكرت حضرتك بانه مرتبطه بمقاييس عالميه ومرتبطه بالوجه وشكله وغيره، في <تكتور> ناس بعض الشكل اللي يكون مثلث، البعض دائري، البعض يعني لكن البعض اليوم اصبح يغير بهذا الوجه. فانت هل تواجهك مشكله في هذا الامر؟ يعني اليوم شخص ياتيك مثلا مو مسوي تكسس مثلا او مسوي الفكين ها؟ عارفين عارف تكسس ها؟ عارفين الحجم. ف بعد فتره يقول لك الدكتور اسناني مو راكبه عليه ليش تغيرت تلاقيه هو مغير شيء في شكله يعني شاد الفكين عنده مغير شيء رافع الوجنتين بوتكس فيلر ايا كان فيتغير بالوجه هل يؤثر على تغيير الاسنان هل أه مو وايد ياثر على تغيير الاسنان بس اذا مثلا هو مسويهم ويبي يغير كل مره راح يغير كل مره راح نشيل من الضرس يعني مرتبط هالشيء بشكل الاسنان بجماليتهم والله إذا الحين في ناس مثلا اوكي مسوي كل كل عمليات التجميل بس مقتنع بالشكل اللي عنده ما في اي مشكله بس اذا غير يعني مثلا سوى غير بعد التركيب وبعدين مره آه ثانيه ابي اغير طبعا تغييرات بسيطه لان اذا محافظ على كل اسنانه وهذا تغييرات بسيطه ما راح ياثر على ما راح ياثر وايد بس بالنسبه للشفه اكثر شيء يعني تلعب دور يعني مستوى اللثه والشفه آه مثلا آه لما يضحك آه المريض كم من الاسنان اللي تطلع كم من اللثه تطلع ممكن اذا سوى فيلرز وصارت مثلا ضحكتها وايد عاليه تكشف اللثه هني ممكن يحتاج هم عمليه لثه تعديل مستوى اللثه وفي بعض يدخل الشفايف تضيع اللثه كلها صح ما تبين فايش حتى الاسنان والاسنان, والأسنان <applause> كلها راح يقول فيقول لك يرجع الدكتور ما عدلت <applause> اسناني نحتاج ان نطول الاسنان بس المشكله ان احنا كل مره نلمس الاسنان كل مره نغير كل مره راح نشيل من الضرس اه من الضرس الاساسي راح يخسر. يخسر هذا كان الضرس اساسا سليم ومحتاج هو الى ابتسامه، اذا أيه؟ كان الاسنان اساسا غير سليمه أيه؟ وعمليه صح. البرد تكون زياده صح. اكثر هني صح. أه، طبعا المرضى اللي مثلا يبون القشره الفينيرز هذا اذا كان مثلا الاسنان متسوسه غير معتني فيها عنده مشاكل باللثه احنا ما يعني الافضل ان ما نسوي الفينيرز الا لما يعتني بكل اسنانه، وطبعا حتى اذا كان في حشوات كبيره خلاص الفينيرز ما نقدر نستخدمها لان لازم تلتصق على السن 100%، اي اذا كانت حشوه كبيره راح يكون فيها فشل كبير. جميل، دكتور هدى يعني كيف الان ننصح الناس في عمليه انه ما افقد اسناني؟ شو النصيحه؟ يعني هل فقط عمليه التنظيف المستمر وكذا نكتفي بهذا الامر ام في امور اخرى يجب ان يهتم فيها الشخص هي المراجعه الدوريه هي مو بس موضوع ان احنا نسوي لهم التنظيف الدوري اللي هذا مو هذا الغرض منها الاساسي المراجعات الدوريه تخلينا نعطي تعطينا الفرصه ان نكتشف اي مشاكل في بدايه مراحلها يعني مثلا التسوس اذا اهملته راح يوصل حق مرحله علاج العصب علاج العصب اذا اهملته راح توصل حق مرحله الالتهابات في اللثه اهملتها اكثر راح نوصل حق مرحله ان احنا راح نشلع الضرس معوض بعد علاج بعد خلع الاسنان ضمور في اللثه وفي العظم راح تتراكم المشكله فلما تينا بجلسات دوريه ملتزم فيها وتلتزم تعليمات الدكتور هني يعني انت راح تتحاشى مشاكل وايد اكبر انت باعتقادك أنه ليش ارجع حق الدكتور كل انا شايف انه ما عندي شيء انا بالعياده يعني ما اتكلم كثر ما اراوي، يعني لما اقول حق المريضه عندك تسوس بسنانك، هي مو شايفه، انا اللي شايفه. صحيح صحيح. على طول استخدم الانترا اورا الكاميرا اللي هي الكاميرا اللي احطها داخل فم المريض م. وهي قاعده قاعد تطالع بالشاشه ان اللي انا قاعد اقوله فعلا موجود. ها مو مصدقه بعد. اقتناعها يعني يتغير 180 هاي. درجه يعني, ما, ما تقوم من اللي تقدر هي. إيه. إيه بالعكس تقولي دكتوره متى بتشتغلي لي؟ يلا الحين لا شلون انا ما ادري ما حد قال لي. فالمراجعات الدورية هذه تغنيك عن المطلوب. هذه المشاكل تغنيك إيه؟ ليش الناس تخاف من الزراعه؟ زراعه؟ يخافون منها يخافون من السايد افكت الخاص فيها او يحاتون الزراعه أه ولا اليوم بسيطه الزراعه اعتقد قديم جدا قديم يعني يمكن بس انه عمل جراحي أيوه. يعني يعني ما, يعني ما اعتقد إن فيها ذاك الجراحه يعني الناس لما تسمع جراحه يعتقد انه شيء كبير يعني يعني بسيطه هي اليوم حضرتكم بسيطة. موجودين يا ليت يعني نطمنهم من ناحيه الزراعه اليوم كيف تطورت كذلك؟ لا الزراعه وايد الحين في في انواع وايد طرق وايد كثيره ممكن ان الواحد اذا ما عنده التهاب بالضرس واضطر انه يشيله مثلا مكسور بس ما في عندي التهاب داخل الجذر ممكن نسوي الاميديت امبلانت يعني يشيلون الضرس يزرعون بنفس الوقت يحطون عظم عشان يثبت وبعد شهرين يركب الضرس، اذا لا في التهاب ينشال الضرس نهد شهرين بعدين نرد للمكان نفسه عشان نزرع. الحين في هم تكنيك اذا لما مثلا نستخدم ال 3 دي سكان قاعد يعني نشوف ثلاثي الابعاد العظم <applause> نعم. فممكن يسوون مثل قالب جراحي بالكمبيوتر بدون ما يشقون اللثه بسرعه يدشون الزرعه ودقيقه دكتور دقيقه و... تقريبا تقريبا وايد فيها دقه وايد عاليه ما ممكن اعاده الضرس نفسه اللي يتم ازالته او اعاده ترميمه على حسب على حسب مثلا احنا كم باقي من الضرس اذا ممكن في عندي تقريبا 2 مللي فوق اللثه وما في تسوس ممكن ان نحق و يعني اه ما في حركه حتى بالضرس ممكن احنا نحط وتد داخل الضرس نبني ونبني نركب عليه تبني عليه تبني على في انواع وايد أه يعني بس ساعات يكون هالخطوات يعني اطول ومكلفه والبروجنوز مالها مو قوي يعني ما راح تعطيك عمر كثر الزراعه فننصح ونوضح حق المريض عندك اختيارين هل تبي تاخذ هالمراحل العلاجيه انك هل تسوي هالخطوه وراها هالخطوه وراها هالخطوه او ان احنا نشلع الضرس ونسوي الزراعه ونوضح له بكل شفافيه هذه شنو تكلفتها وهذه كم تكلفتها هذه ايش كثر راح تعمر معك تقريبا وهذا ايش كثر ويكون القرار باخر شيء يعني بيد المريض. جميل في في عمليه اليوم اللي 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 العيادات ما شاء الله اليوم كثيره صح والكل يعني يقول الزود عندي وتفضلوا انا اليوم بروح الى مركز الفارس شنو عنده مركز الفارس حتى اني انا اروح مباشره انا اللي سمعته من البدايه من حضرتك انه خلاص اللي يدخل مركز فارس ما يطلع كل شيء متوفر لله باكد على هذا الموضوع مع وجود حضرتك كونك المؤسس لهذا المركز الحمد لله انا يعني لما كنت قاعده اسوي العياده حرصت ان هي اول شغله يعني غير الكفاءات اللي راح اختارها انه يكون الجو العام وايد مريح فعند تاثيثها او بنيانها اخترت انها ما تعطي الطابع الطبي المزعج اللي هو يخوف المراجعين الناس <applause> خايفه خايفه من الاسنان <applause> يعني ما <كفايدة تصفيق> يعني عندهم عقده من الاسنان ما ادري ليش <applause> وانا اول واحد على فكره يعني ما 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 يعني يعني انا والله اجراهم لا انا انا شخص جبان امام الاسنان صراحه <applause> ف... تقول له صح ايه اي <applause> <يا تصفيق> صح والله هذا اللي قاعد يصير من المجهول <applause> شو اللي بيصير آه انت <applause> شو انا بالنسبه لي انا لا انا بفكر شلون المعدات هذه داخل الحل كذي مع ان الامر بسيط جدا لكن يعني فورك. انا ما بقدر اقول لك لا ما يخوفك لا هو صح يخوف الناس بس احنا شلون نتغلب على هالخوف بالضبط. ان احنا نريحهم نريحهم من اول خطوه يدخلوا الاجواء العامه الاجواء العامه الريسبشن طريقه التواصل الدكاتره كفاءتهم يعني انا ما عندي دكتور يسوي كل شيء لا الدكتوره بتخصصها اختصاصه <applause> بالنسبه حق الاطفال الدكتوره هل لهم دور عندك ايضا طبعا, هل طبعًا. معامله خاصه وتخصص بروحه وطوله بال لهم يعني الاطفال عالم ثاني في علاج طب الاسنان كبار السن كبار السن نفس الشيء عندنا برنامج عافيه اللي يغطي آه المتقاعدين وعندنا كذا شركه تامين بعد الخليج الموظفين البترول بحكم اقترابهم يعني مكان العمل قريب على مكان العياده فحرصت على توفير تامينهم داخل العياده آه عندنا نظام الاقساط الاسلاميه في الدفع آه عندنا يعني تسهيلات وايد داخل العياده موجوده والتواصل دائما مستمر وموجود وانا كدكتوره وكمدير حق العياده حرصت على تواجدي بشكل يومي داخل العياده ما يعني مو توجهي بس اني انا اشتغل لا اني انا دائما اكون قريبه من كل مراجع يعني كل مراجع حتى لو كان مع زميلي دكتور شملان او غيره من الاطباء اللي موجودين معي في العياده دائما حريصه اني اسمع رايهم واي مشكله يتعرضون لها تواصلي دايركت معاهم جميل دكتور بالنسبه لكبار السن ايضا هل ممكن تنفع لهم الابتسامه ابتسامه, ابتسامة هوليوود او غيرها ام لهم تعامل اخر وتكنيك اخر يعتمد على العمر يعتمد على الحاله كم عدد الاسنان الموجوده آه غالبا مع تقدم العمر يصير عندي تآكل بالأسنان آه لأن الأسنان هذه استخد... يستخدمها المريض على مر السنين وكل ما فقد حتى أسنان خلفية كل ما صار ستريس على الأسنان الأمامية فتتآكل فطبعا يحتاج تجميل بس لما اختار اللون لازم اختار اللون مناسب للعمر <applause> إيه آه أنا عندي بالنسبة لي لكبار العمر آه كبار السن احاول اول شيء اعالج الاسنان اللي ممكن هم يعيدون فيها الوظيفه يعني يقدرون ياكلون بطريقه مريحه لان يعني آه كبار السن دائما دكتور تصاحبهم عده امراض يعني الله يعافيهم يعني اللي عنده ضغط اللي عنده سكر احاول احاول يكون العلاج وايد بسيط وايد سهل مو معقد هذا المريض ما يقدر يقعد فتره طويله ما يقدر يعني ممكن الزراعه يعني للثه اليوم ممكن تستقبل بهذا العمر ممكن الزراعه مم. اذا عندي مثلا عظم كافي اذا ما عندي امراض بالقلب غير مسيطر عليها اذا السكر منتظم اذا ما عندي هشاشه عظام وقاعد ياخذ ادويه هشاشه, آه هشاشة آه عظام فيها مشاكل بالادويه ممكن تسوي تعفن بالعظم اذا يعني كان الدوز عالي فلازم استشير اول شيء الاخصائي هل يرضى ان نسوي زراعه ولا لا اذا ما نقدر يعني لازم نعوض بتعويضات ثانيه ممكن جسور ممكن المتحرك فكبار السن شنو تنصحهم اللي ما فقدوا اسنانهم يعني في مرحله يعني بدايه ضغط معاه بدايه قلب معاه واسنانه موجوده يعني مثل ما قال الدكتور يعني الفحص الدوري ايضا لهم مهم اي طبعا ادويه الضغط ممكن تاثر على اللثه ممكن تزيد حجم اللثه وثخانه اللثه فاذا صار عنده هالشيء لازم يراجع الطبيب عشان يغير له نوع الدواء الضغط. آه ثانيا آه السكر. السكر عندنا وايد مشكله بالكويت، في عندنا اغلب آه المواطنين في نسبه جدا كبيره صحيح. عندهم سكر. آه في دراسه جديده كانت آه وضحت ان في, علاق في علاقه بين السكر واللثه، كل ما التهبت اللثه كل ما زاد نسبه السكر بالدم والعكس ما زادت نسبه التهار. السكر أيه؟ آه زادت التهابات اللثه آه يعني لان قاعد يصير عندي فعاليه بالبكتيريا اللي داخل الفم فقاعد يصير عندي مشاكل كبيره فيجب آه الحفاظ على السكر أيه؟ والحفاظ على اللثه حتى تحافظ على الاسنان فكل شيء مرتبط في ثانيا يعني ادويه الله. الربو ادويه الربو البخاخ قاعد يقلل نسبه اللعاب داخل الفم فيصير الفم <applause> آه وسط حامضي آه البكتيريا تزيد نشاطها يصير تسوسات اكثر فهذه الأشياء لازم يعني يكون في مراجعة آه دورية. يعني المعلومات هذه يعني بالعكس كسبناها مع وجودكم بالتأكيد. و نعم و مثل ما ذكرت إن هذه الأدوية أيضا أدوية الربو وغيرها تأثر أيضا. صح لكن حتى الناس لا تخاف في عندهم أطفال يأخذون أدوية الربو يعني طبعاً بين فترة وفترة. هذا مرتبط ولا الشخص. دائما لازم لازم في دائما في مراجعة لازم دائما يكون في مراجعة دورية. و نسبة نسبة التسوس تزيد وايد بالأدوية اللي مو كل الأدوية اللي في بعض الأدوية ممكن تقلل نسبة اللعاب داخل الفم. كيف آه كيف نزيد نسبة اللعاب يعني نعوضها يعني حتى تكون كثيفة يعني أو نعوضها في شيء آخر آه إذا في ناس مضطرة تاخذ هذه الأدوية اللي نسبة دكتورة ترطيب بالترطيب الماء شرب الماء آه على استعمال المضمضة الترطيب شرب الماء تحافظ على وسط معين داخل نوعيه الفن. الاكل <applause> تتغير لوجبات وجبات غذائيه صحيه اكثر ما تكون فيها سكريات فكل هذا يلعب دور لكن احنا مثل ما علمونا المدارس قبل هي ايه ثلاث مرات كفيله في عمليه تنظيف الاسنان ام ايضا تحتاج الى مراجعه عياده مو. بشكل دوري يعني كتفريش قصدك؟ ايه تفريش التفريش اه ممكن اه مرتين باليوم مم. اه مده دقيقتين بس خلال الفتره هذه دائما احنا نسمع دقيقتين؟ وين الناس ما يمدي تعدي لا بعده ما يقول أنا اقول خلص بسم الله الرحمن الرحيم فرش يقول لك لا انا افرش اي ما يمدي حتى على الطول يعني دقيقتين دقيقتين هذا يعني اقل شيء في علم عندكم يعني اقل شيء تنظيف دقيقتين هذا الافرج فبعد وجبه الفطور وقبل ما ينام وخلال الفتره هذه يستخدم فيها المضمضه عشان البي اتش الوسط الحامضي دائما يكون قلوي داخل الفم والخيط ايضا عمليه الخيط مره واحده باليوم على الاقل على الاقل إيه. مره واحده او بعد كل وجبه ممكن ممكن اذا في عنده مثلا الاكل في أبقى عنده مسافات بين الاسنان يدش الاكل والله إيه البعض ماكو تقول يتهاوش مع السن وعلى <applause> اللثه يعني لين <applause> يطلع الدم مو في ديه. ناس كانوا يستخدمون هالطريقه بشكل مبالغ فيها يعني هي. تنظيفهم يصير زياده على اللزوم استخدامهم حق فرش حاده وقويه باعتقادهم ان هذا يغنيهم عن زياره دكتور الاسنان، لا لا هذا <متحدث> ما راح يغني، هذا راح يخليك تزعلنا وهو مشاكل, <عشت> مشاكل اكبر <applause> تاكل وانحسار باللثه ومشاكل يعني في, في اجهزه هذه ايضا الضغط الضغط الووتر بيك, ايه بيك هذا وايد زين ممتاز وايد انا انصح فيه المرضى اللي يستخدمون اللي عندهم مثلا جسور مركبين جسور او مركبين زرعات او تقويم أه بعد حتى التقويم, التقويم ممتاز يعني. يعني اليوم تقويم وين وصلنا فيه التقويم ما شاء الله اليوم حتى التقويم صار الناس اللي ما تبي تقويم يقول لك تقويم هذا صار كشخة صح اي صار صار تينيجر يبونه <applause> ايضا ممكن استخدامه يعني المراهقين وغيره ولا اللي هو اللي هو الجسور عمليه الجسور وضع الجسور حق التينيجر اي لا ما يحتاجونه يعني اغلب المراهقين ما وصلوا حق مرحله التركيبات احنا يعني انا انصحهم في استخدام اللي هو الووتر بيك علشان اغلب اللي بهالعمر يكونون مركبين تقويم والتقويم طريقة التفريش فيه تكون أصعب من الناس اللي مو مركبين لأنه يتعلق فيه وكذي فننصح المراهقين أنهم دائما يستخدمون هالجهاز لأنه هو بقوة دفع الماي يطرد عوالق الأكل تكون من حشرة ومو قادر ينظفها طبيعة الحال المراهق ما ينظف أسنانه مثل الأدلتس يعني صحيح. فنعطيهم وسائل تسهل عليهم هالموضوع ممكن يعني إيه؟ انه يستخدم يحافظ على اسنانه، بالنسبه حق المراهقين كذلك اللي يتخرجون يعني من الثانويه وغيره ومقبلين على الجامعه والدراسه برا يقول كان انا بروح احط ابتسامه هوليوود، بروح اغير اسناني، بحط فيني بحط كذا وهو مو محتاج. طبعا فايضا نصيحتك في في هذا الامر احنا بشكل ف... عام التركيبات من الفينيرز وكل انواع التركيبات آه ننطر لحد ما نمو الوجه يكتمل. فيختلف يعني عند الاناث <applause> أه لعمر 18، عند الذكور لعمر ال21، حتى الزراعة ما نقدر نسوي الا لبعد هالعمر. أه دائما انا بالنسبة لي انا انصح انه أه أحاول اني اتكلم معه ما له داعي الحين، انطر لما تكبر، للحين اسنانك زينة، إذا مثلا في ارتصاف غطاء أه يعني ارتصاف الأسنان مو ذاك الزود، لا التقويم أحسن لك، دائما أه حافظ عليهم. لحد لا تكبر اكثر آه يعني في اشياء علاجها يمكن شيء بسيط يعدل الابتسامه كلها يعني ممكن بس الارتصاف يكون حجم الاسنان وايد حلو حجمها حلو ابعاده حلوه بس ارتصافها خاطئ بس نعدل التقويم ممكن اللثه تكون بس زايده مغطيه من الاسنان كميه كبيره عدل مستوى اللثه تطلع ابتسامته حلوه اللون بس نغير اللون فهذا كافي <applause> جميل يمكن وصلنا حق الختام والحديث معكم جدا ممتع لكن دكتوره احنا اليوم عشان اللقاء مع مركز الفارس الحديث انتم كذي تتعاملون بالعياده بهذه الدقه ولا عشان اللقاء ولا تتعاملوا بهذا لا الحرص يعني لا أكثر التصوير أكثر انا ما في كاميرا فاسر أك اكثر, من كذي ها لان اليوم بسال عن يعني ختاما هل في دخلاء على عالم طب الاسنان بان ذكرت الدكتور وذكرتي حضرتك أنه عمليه التصوير الفوتوغراف إن انا نحرص على الشكل ونتابع هذه الصوره صح ويكون دقيقين جدا وكذا يعني اعتقد انه هل في اليوم في عالم طب الاسنان البعض يعني للاسف انه اي تبي تجميل يبغى كذي خلاص نسوي لك باكر نوعي ونسوي لك تجميل الأسنان وانتهى الموضوع. أيه. في دخلاء في هذا العالم بحكم جدا جدا وقاعد تجينا حالات وايد يحتاجون احنا نعدل شغل يعني الغير الغير للاسف ناس مشتغلين مو بتخصصهم، ناس قاعد يسترخصون المواد، ناس قاعد يقصون على المراجعين بتركيبات جدا سيئه، مختبرات جدا سيئه، فتسبب لهم مشاكل يونا عفوا برائحه كريهه يونا بضيق مو قاعدين يتكلمون عدل الم فاحنا نرد نعالج المشكله والسبب اساسا انه من قام بعمليه الاسنان غير اخصائي, أخصائي غير غير كفء استرخص وايد يعني في اسعار قاعد تجذب عيون المراجعين وهم مو عارفين انه من وراها قصه ثانيه ان من وراها راح يدفعون مبلغ اكثر وجهد ووقت كله منهم هم لذلك من صار خاصه الحما خانت المرقه <applause> <applause> يعني تعليق اخير دكتور يعني يعني مثلا انا هم داوم بالحكومه ففي عندي تقريبا ثلاث حالات نتيجه المشاكل هذه صار لي سنه ونص قاعد نعالج فيها نتيجه هذه المشاكل أس... أه إيه اللي هي انهم عالجوا عند اناس مو مختصين فحلو الواحد يهتم بالتجميل المراجع انا ايش دراني انه هو غير مختص بعدين الدكتور هذا يصير يمارس هذا العمل من حق المراجع انه يعني يسال, يسأل, 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 يسأل. انت شنو تخصصك شهاداتك اسالك انت كدكتور إيه اقول لك انت وين تخرجت انت شنو تخصصك انت إيه شنو تشتغل هذا من هذا من حقك من حقك انت تقرا السي في مالي انت من حقك انك هم لازم مو بس تنجذب للسعر لا اقرا مثلا انا بروح اسوي هالشيء، منو مثلا العيادات اللي تسويها؟ منو الدكتور يسويها؟ هذا الدكتور شنو السي في ماله؟ شنو الخبره ماله؟ عدد السنوات ملوته هذه كلها مهمه، يعني الواحد حلو انه يجمل الاسنان بس يروح عند اخصائي يقدر يدرس حالته بطريقه صحيحه، يعطيه الشيء الصحيح المناسب له. لما تروح عند شخص غير مختص المشاكل اللي قاعد تكون فيها اضر نفسي في بالضبط يعني ما ادري بعد العياده يلا نزور الحين الاسنان يلا نروح لاول مره بعد المره تتكرر صح صح بارك الله فيكم ومشكورين ما قصرتوا الجهاز عندكم هذا موجود اللي يخلي الواحد شوي ريلاكس موجود ها متوفر لا <applause> تحاكي <applause> 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 دكتورة هدى الفارس مؤسس ومدير مركز الفارس لطب الأسنان شكرا جزيلا لك والشكر موصول لدكتور شملان العنزي اختصاصي تركيبات وتجميل وزراعة الأسنان شكرا جزيلا شكر. لك. شكرا, شكرا, شكرا لكم كل الشكر لضيوف الكرام منطلقين معكم بعد الفاصل إن شاء الله ومع العقار حياكم الله احبابنا ننطلق معكم ومع ضيفنا الخبير العقاري الاستاذ هاني الصدي راح نتكلم على اليوم العقار الكل يعني منزعج من هذا الموضوع عمليه ارتفاع الاسعار بشكل عشوائي كل منطقه عن منطقه يفرق السعر اليوم وصلنا من قطعه الى قطعه يفرق السعر احنا خابرين قبل السعر العقار يرتفع اللي تعلمناه على الاقل من انه على الجار يعني مرات العقار يطيح سعره بسبة الجار ويرتفع سعره بسبب الجار كذلك لكن اليوم لا اصبحت العمليه لا مختلفه تماما اليوم المستثمر سحب امواله من البورصه وسحب امواله من العمارات وسحب امواله من من التجاره العالميه وراح ناشب هالمواطن هالمسكين بهالمناطق ويشتري بهالبيوت بالاسعار يفرق بالسعر وبالسوم اللي المواطن مو قادر ياخذ لا عند ابوه لا عند اخوه لا عند اهله لا عند يعني اصدقائه بسبة هالتاجر اللي يفرق بالسومة 30 و40 ألف يا ليته يسكن فيه ياخذه ويحوله ايجارات وتعال شوف على التركيبه السكانيه شلون تصير. انطلق مع ضيفنا لكن بعد ما نشاهد نرجع لكم ان شاء الله. تفاوتت أسعاره بين ارتفاع ونزول قضية شغلت الكثير من الناس منذ وقت طويل خصوصا الباحثين عن سكن أيضا البيع والشراء والاستثمار في العقار بقصد المتاجرة أو حتى لعمل مشاريع خاصة تصل هذه الصفقات أحيانا إلى مبالغ خيالية دهاليز وخبايا العقار يكشفها الليلة في برنامج الراي عشر إلا عشر الخبير العقاري هاني الصدي أهلا وسهلا فيك منورنا اليوم استاذ هاني ومثل ما عودنا على صراحته وعلى وضوحه فتكلمنا بالموضوع اثناء الفاصل راح يعرفكم عليه قال مهم جدا ابو تركي نتكلم عن هذا الموضوع اول شيء مساك الله بالخير مساك الله بالخير استاذ راشد وانا سعيد باللقاء معك حياك الله البره الاخرى ان شاء الله احنا اسعد الله ولا نستغني بي. عنكم ومن الخبراء ]ك. اللي مثلك والواضحين والصريحين الحمد لله وايضا يمكن اللقاءات تكلمنا فيها والناس تداول الفيديو بان قدمتوا نصائح وحلول كذلك أكيد لحل عمليه ارتفاع الاسعار لكن في البدايه بنطلق معك قلت يا راشد اليوم م. التلاعب صار كثير نعم وللاسف ناس كثيره تدعي انها اصحاب عقار وانهم تجار عقار وانهم مستشارين عقار نعم لكن في دليل اليوم احنا اصدرناه نعم كاتحاد تسأل تساله انت كمواطن العقاريين ها؟ نعم كمواطن قول حق الناس عنه. طبعا اول شيء مساكم الله بالخير وسعيد انا باللقاء مع تلفزيون الراي العريق والود ودنا طبعا من كل وراء هذه الشاشه الجميله يكون الفائده تعم على الجميع من مواطنين ومقيمين على ارض الكويت هذه الطيبه واللي فيها ان شاء الله كل خير حق جميع الناس بالتاكيد عامه احنا نتكلم عن موضوع الاتحاد العقاريين من يملك شركه عقار او مؤسسه مؤسسه عقاريه لابد ان اتحاد العقاريين اتفقوا على اساس لا تصير الفوضى ايه؟ العارمه وكل من يقول لك انا اشتغل بالعقار وعندي مؤسسه وعندي شركه وتعال اوريك وتعال الأمور وبعدين لا طاح الفاس بالراس تدور صاحبك ما تلقاه ]ها. فعلى هالأساس على أساس يكون في تنظيم أكثر من اتحاد العقاريين أصدروا طبعاً هذه الهوية يصدرونها حق أصحاب الشركات العقارية لا. مع موظفيني لا لا, لا تشوف أيوة لا بالضبط. تمام. بس ايه؟ طبعاً حق أصحاب الشركات مع الموظفين طبعاً بموافقة صاحب الشركة من الموظفين اللي يعملون معاه كمدير تسويق، كمسوق عقار إلى آخره. تصدر لهم هوية؟ أنا أصدر لهم طبعاً بأمر من م. من صاحب المؤسسة أو صاحب العمل يبلغ اتحاد م. العقاريين. يبين تحت مسؤوليتك بالضبط. ويمثلونك. واليوم أنت لك حق يا مواطن أنك تطلب هوية اللي عرض عليك العقار سواء أجار أو بيع أو أياً كان، تطلب منه ما يثبت أنه هو يعمل لدى هذه المؤسسة ككونه وسيط عقاري. اللي ما عنده هذه الهويه يقدر يعمل كوسيط عقاري لا لا يعمل ما يعطونه ما يعطون ما لان هذا ما يعطونه الهويه الا وفق رخص تجاريه من وزاره التجاره ومرخص رسميا وعنده مقر وليس يعني اليوم تطلع لك رخصه وتسكر دكانك او تسكر محلك وما يكون لك مقر فلا بد أن يكون عندك مقر ومقر دائم ومبين مقرك ومن حقك اليوم انت أه أه اليوم وقت في التعامل معه تصور تصور هذه الهوية سواء حتى لو تحتفظ فيها بالتليفون لا سمح الله تعرضت لأي عملية لا سمح الله نصب قش أي أمر تقدر أنت ترجع لاتحاد الملاك يا جماعة أنا يا لي هالموظف تبع هذه الشركة وحصلت معي هذه المشكلة تنحل وفق النظام إيه؟ والقانون شو تسوون, إيه؟ تسوون انتم هناك او اتحاد عقاريين. او اتحاد العقاريين ياخذون كل الاجراءات إيه؟ القانونيه طبعا شنو صلاحياتكم اول شيء يطلعون المؤسسه منو صاحبها ويكلمون صاحب المؤسسه حصلت مشكله كذا كذا لا يعني يا تنحل وديا او انه في انت تقدر انه في عندك مسمى شركه تاخذ اسم صاحب الشركه وترفع على دعوه قانونيه طبعا انا كشخص انت كشخص اوكي انا انا ارفع عليه دعوه قانونيه م. وغير لكن انتم كاتحاد شو ايه؟ هي العقوبات اللي ممكن انتم تعاقبون فيها صاحب الشركه هل تشطبونه من الاتحاد هل توجهون له انذار تمام استاذ راشد طبعا انا ماني من عضو من الاتحاد العقاريين بس ولكن انا يعني حد علمي في هذا الامر في اتخاذ قانوني يتخذ على اساس اجراء قانوني م. م. او الشركه اللي خالفت اي امر كان بما يخص العقار. بما يخص العقار. تمام. خلينا نتكلم الله يحفظك اليوم عن العقار اليوم، هل هو سيء؟ هل هو جيد؟ م -م. ارتفاع اسعاره؟ نزلت اسعاره من اخر لقاء على الاقل جمعنا مع بعض، شو تشوف بشكل عام؟ هو دائما معدل صعود العقار يصعد ولا ينزل. يعني من اللقاء اللي قبل تقيت معاك انا وتكلمنا عنه بس ولكن اللي قاعد يصعد قاعد يصعد باسعار مع الاسف مبالغه ما عندنا احنا نظام احنا تكلمنا مرارا وتكرارا اليوم انت تبي تقيم قاعد التقييم يصير عشوائي وتقييم اسنادا على تقييم اخر يعني اليوم بمعنى من من السجل العقاري المقيمين بالسجل العقاري انا هم اني اعاتبهم على تقييمهم قاعد يرفعون الاسعار زائد شركات التقييم لان ما في عندك قانون انت يقيم الاسعار بالشكل المعقول. اللي استاذ هاني ان عمليات البيع اللي تتم في, في 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 العدل وغيره السعر اللي موجود غير عن السعر الحقيقي اللي تم البيع فيه. انا كصاحب شركه عقار صارت معي ايه؟ رحت اشتري عقار بشتريه بسعر محدد. عطنا رقم تقريبي مثلا. يعني بشتري ب 300000 نعم. يش قالوا لي لا هذا شاكين احنا بالسعر ادبلوا لي اياه ألف نص مليون. من اللي المقيمين بنفسهم بالسجل العقاري. ليش؟ <applause> الواحد شاري العقار واحد خاصم له فيه المفروض انت اليوم اليوم عندك انت اذا في صار مبلغ مبالغ يعني شكيت في موضوع غسيل الاموال لان هذه سهله تدخل في موضوع التداول العقاري غسل الاموال وصل العقار دش بالعقار لانه سهلة, سهله سهله انك تدش بقسيل الاموال اذا عقار يسوى له مثلا نص مليون تحطه انت مليون فهذه سهله انك تغسل فيها، بس انت وفق مراقب في عندك مراقبين بس وين مراقب غير غسل يعني كاش كاش مو تحويل يعني اقدر استقبل كاش؟ احنا نتكلم استاذ راشد نعم اليوم عن تقييم تقييم العقارات لابد ان يكون طريقه تقييمها بشكل وفق قانون يصدر على كل منطقه يقيم فيها. <applause> انت بدايه كلامك استاذ راشد قلت كلمه جدا يعني جوهريه قلت قبل واحد اذا يبي يزيد عقاره بالمنطقه وليس على من الشارع ولا الموقع على الجار ودائما المثل الاولين قالوا الجار قبل الدار صحيح لان اليوم جارك اهم من انه يكون انت موقع بيتك على ثلاث شوارع او زاويه جارك هل وهالكلام صحيح استاذ هاني قبل سعر البيت اليوم أيوة؟ ما ينظرون حق هالشيء ما ينظرون حق الجيران يعني مع الاسف بس إحنا انا كيف احدد اسعار مناطق قد تتغير يعني المنطقه بحد ذاتها يعني اليوم في مناطق كانت غير مطله على شيء معين مثلا على احد المجمعات تمام ها وكان سعرها معين اليوم لا صارت هذه البيوت تطلع على مجمع مباشرة يختلف السعر حتى قد يقل قد يرتفع حتى ما رب. كان قدامي جامعة اليوم لا صارت أمامي كلية موجودة قد يختلف يقل السعر يزيد السعر خلينا نتكلم على الحفاظ على عملية الأسعار كيف تتم في قوانين تنظمها أو ما في قوانين وليش اليوم العدل يقول لك أو السجل المقيمين يقول لك لا ارفعها إلى 500 ألف يعني هل هم يبون وحدون سعر معين بعد الفاصل راح استكمل مرة إن شاء الله بشكل شاء الله. أوسع مع استاذ هاني الصديق استاذ هاني نعم. بقفز معاك من موضوع الى موضوع يعني بناخذ كذي لان الوقت معاي ومواضيع الامانه مهمه وانت متابع وخبير أكيد. في هذا المجال. نعم. ما نستغني عن رايك، اليوم شنو مشكلة المستثمر اللي قاعد ياخذ فلوسه مه. وقاعد يحطها في الـ في, الـ في السكن الخاص مه. ويغير من التركيبة ومن المؤجرين وغيره خلى هالبورصات وخلى التجارة العالمية وناشب هالمواطن وياخذ كهرباء مدعومة وما يمدعوم هو طبعا لوحظ بالاوانات الاخيره عقب ما زادوا طبعا عليه بالاستثمار عماير الاستثماريه كاسعار الكهرباء والماء ودخوله الى المناطق السكنيه واستثمارها كعمارات حول البيت شكل الجمالي وداخل المنطقه كشكل جمالي في عمل عمارات شقق لكان عمارة استثماريه صغيره بالفريج وهذا سبب طبعا ضعف خذ من الخدمات من كهرباء من صحيح بنيه تحتية, تحتيه بالضبط أكثر عليه من مواقف صحيح مواقف, عدم مواقف, صحيح مواقف عدم توفير مواقف يعني البيت هذا اللي فيه مثلا خلينا نقول اربع شقق هو قاعد يحوله الى تسعه الى عشر شقق بالضبط ساعه إيه؟ 12 شقه يصير فيه ما قصرت إيه؟ فانا اتمنى بالحكومه طبعا تشكيل الحكومه الجديد إنه ينظر لهذا الموضوع وينتبهون لعدم هو يحق هو يحق له كيف؟ قانونيا يحق له قانونيا يعني ايه. ايه. إن كبيت انت تخالف شهاده اوصاف البلديه بالضبط. او رخصه البلديه ايه. ما يعطونك هو مخالف اي هو يعتبر مخالف يعني مخالف بس هذا المفروض انه يكون في انتباه له وفي انه آه آه على الاقل تجديد دوري يعني إن اقدر ابلغ في لجنه في لجنه ثلاثيه هذا نقدر نبلغ البلديه قلت جارة, جاره يقدر يبلغ جاره اذا مستاذي منه يعني الجار من لها حق انه هو يبلغ انه اذا مضايق الجيران من خدمات من مواقف من ازعاج يعني اليوم انت اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع بالمستطاع اذا انت طلبت انك انت تدخل لك مدخول يعني على على مدخول اخر لابد ان تحط لك يا تسوي انت نظام على الاقل ادوار لا تسوي شقق طلع ثلاث ادوار بحيث انه كسكن يكون طبيعي ولا يضايق الجيران لكن ولكن اسوي 12 شقه 13 شقه سبب لجوء لجوءه سبب لجوءه الى طبعا يوفر السكني عليه يوفر عليه من لان الاستثماري صار عليه ايش بالضبط صار عليه زياده في زياده بالكهرباء والماء وبنفس الوقت طبعا مع احترامي اللي, اللي المقيمين الاجانب ما يدفع الاجار كثر ما يدفع آه ابن البلد يعني او المواطن لكن القيمه الاجاريه افيد له هو يكون لكن حتى المواطن اليوم اليوم بعض الملاك يقول لك ما ما سكن كويتي هذا بعد هم آه خطا يعتبر لان هذا ابن البلد ومن حقه انه يسكن في بلده يعني ليش هالثقافه اليوم يعني ليش ايش في اليوم الكويتي؟ يعني المؤجر الكويتي مزعج يعني مثلا يسبب يعني أن مشاكل انا انا اغلب العقارات اللي عندي قاعد اديرها ما اجر واحط انا باعلاناتي اذا بنزل الاولويه للكويتيين مع احترامي حق المقيمين طبعا وما في اليوم عندك انت مقيم جاي يبي يشتغل بالكويت يبي يحط اللي قاعد يمعه والمعاش يبي يحطه يبي حق أجار 700 و 1000 دينار يبي ياجر فيه طبعا <applause> انت الاولويه اللي 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 من ديرتك ومنك وفيك وفيك انت اذا واحد متخوف منه عدم الدفع ولا هالامور إيه؟ تقدر تستعلم عنه اليوم وانت بتليفونك تعرف اذا عليه مشاكل ايجار بيانات رقم و وتصارحه يعني شنو الاسباب ولكن تجيلك يقول لك والله انا ابي عرسان ما ابي زين لم ما راح يقول لهم عيال يعني هذا ما سكن بالبيت عندك ما يبي يقعد بالاخير عفوا استاذ طب راشد هو مو ساكن عندك موتيل يعني يبي اجر عندك ست اشهر او سنه ويبي يطلع هو مستقر حاط اثاثه حاط شغله يبي يستقر يبي يقعد خمس سنين يبي يجدد عندك انت طلبت اليوم انه تخلي انت بيتك استثماري ادام خليته استثمارته بتستثمر انت آه هذه الشقه او هذا الدور او هذا البيت لابد ان انت تتحمل آه عواقب هذا المستاجر وبنفس الوقت هو جاي حاط يعني الدافع فلوسه مو بعض ايضا بعض المؤجرين مشاكلهم مشاكل ومشاكل يا استاذ هاني يعني تلاقيه قبل لا يطلع من البيت ينتقم من البيت م. ما يخلي شيء فيه ما يكسره ما يبهذله الصرف الصحي اجلكم الله الطوفه الالوان فيها البعض يعني انا ما اقول البعض ايضا تذمر بعض لا, لا لا قله انا انا قاعد اقول لك انا كوني شغال بالعقار وقاعد اجر وعندي بيوت قاعد اجر لهم شوف شيء هذا قليل, قليل, أشوف الأكس قليل انا اشوف العكس يسلمني البيت احسن ما سلمته له ممتاز يعني ممتاز ما مو معقوله واحد يبي يقعد ببيت يبي يتلف مكان الا قله يعني نادره وفي انت مع الاسف في بعض الملاك حد الحبل على الغارب يعني المفروض انت اجرته تتابع ويا صيانه صح ما تتركه هو قاعد يدفع ايجار لا تقول الصيانه عليك انت الصيانه انت تتحملها عشان تحافظ انت على بنيه عقارك نفسه وعلى استقرار هذه الاسره تكون مرتاح وهو يرتاح وهو يرتاح, يرتاح لابد ان لك انت اذا خدمت قدمت له خدمات هذه خدمات وصيانه بالضبط راح يحافظ على عقارك مو معقوله فتحت لي موضوعين استاذ هاني وهو موضوع الاعلانات وموضوع الايجار نعم خلينا نتكلم عن الايجار، اليوم ليش ليش الايجار مرتفع؟ <applause> يعني شيء شيء مهول الصراحه 700 دينار 800 دينار 1000 دينار يعني لو على حسب المنطقه وحسب الدور وحسب اليوم حسب الفيو بعد وين يطل وكذا مشكله. الارتفاع الايجار المواطن او المستاجر هو ساعد صاحب العقار انه يرفع الايجار. المفروض يكون في عزف في المبالغه من ناحيه الزبون اذا حس انه والله هذا البيت مبالغ فيه ولا حس المالك انه ما حد قاعد يجي مع الاسف الأهو لما يقول اجاري انا الدور بألف 1000 يوله اها يوله يدفعوه يعني المشكله من المواطن يعني المؤجر إيه المفروض المؤجل يكون المؤجل في المفروض إيه يكون في عزف انت انت تروح وفي مع مناطق نفس ما تفضلت بدايه حلقتك في مناطق فرق شارع ارخص منه يعني هذا اللي بألف تحصل منطقه الجبال نص السعر ب 600 ب 500 نص السعر زين بس افرقت اسم المنطقه نفس ما تفضلت نعم. فانا ابي يعني انا من من برنامجكم الموقر ان احنا ننبه المستاجر زين وننبه الزبون ان لو حس ان العقار هذا اجاره مبالغ فيه نعم. يوخر عنه عشان يحس شويه انه نا. ينزل يضطر المالك انه ينزل وضحت الصوره استاذ هاني عندك حل نعم. وانا اجلت هذا الحل لختام هذه الحلقه نعم. حتى الكل يستمع اليه. نعم وانا اول ناس استمع اليه الصراحه. طبعا. اليوم ارتفاع الاسعار شيء خيالي طبعا. في عمليه البيوت وغيره والامور هذا كله اللي تكلمنا فيه بالبدايه. اجلنا للنهايه عندك حل لهذه المشكله وهو ارتفاع اسعار البيوت. اليوم يمكن في بعض البيوت المتر ب دينار بصير. صح إيه؟ احنا اللي قاعد نعاني وقاعد يعاني منه كل مواطن وال والعقار الكل محتاجه سواء اللي بيأجر او سواء اللي بيشتري، سواء المغيم. أو آآ آآ المواطن الكل محتاجه فدول العالم اغلبيتها اليوم لما يحددون الاسعار بالمناطق السكنيه انا اتكلم مالي شغل بالاستثماري انا اتكلم عن مواطنين وكوني انا مواطن اللي حابين يشترون في المناطق السكنيه حالهم من حال خلق الله تبي تحدد اليوم عندك حل واحد طلعو. شرع له قانون بهالطريقه بالمتر <applause> سعر المتر انا حريص جبت المتر وياي المتر هذا يكون على على كل مناطق الكويت لما تيجي تقول اي منطقه <applause> تقول مثلا الصديق مترها بسعر الفلاني 300 دينار في بيتك مميزات ارضك فيها ميزه في لجنه مالت العروض المميزه هي تحدد السعر ولكن انت بتحدد كل المناطق السكني تحطها بالمتر ولا تخالف المتر راح تدفع عليها انت مخالفه اذا انت خالفت جميل. آه هذه هذا يبي حلقه بروحه حل. لان انا عندي بالضبط. علامات استفهام كثيره على المتر أي. على. أي. لا فبالحلقات الجايه ان شاء الله هذا الكل يرتاح بل... تظلم بيتي يا اخوي الكل يرتاح منه <تصفيق> <تصفيق> و... وهني توخر عنك المافيا اوه فيها مافيا السالفه إيه لا حلقه ثانيه هذا لحلقة ثانيه إيه؟ هذا الاحتكار من شنو؟ من المافيا اللي عندي مافيا بالكويت في احتكار إيه؟ مافيا كويتيه بالضبط هذا هم اللي محتكرين عندك الاراضي اراضي باي حق يخليها فضة وناس بانين وناس مستقرين واراضي هذا فضة ينطر تزيد اسعارها اليوم لما تحكه وتقول له تعال على المتر سعر البيع ما يقعد ينطر أن راح ترتفع الأسعار يبيع على طول يبيع على طول استاذ هاني الصدي شكرا جزيلا لك شكرا أفرح. لك شكرا كل الشكر لضيفنا الكريم سي. وإن شاء الله نعدكم بحلقة أخرى مع ضيفنا نتحدث عن هذه المافيا اللي موجودة ونتحدث أكثر عن هذا المتر اللي موجود وكيف راح يحل هذه المشاكل بشكل أوسع وأشمل إن شاء الله شكرا سأل. لكم وشكرا لفريق العمل تقبلوا تحياتي راشد الهلفي تصبحون على خير في أمان الله